السلام عليكم. اليوم نتحدث عن إقامة فارماس كورت المتواجدة في مدينة عنابة، وهي إقامة كبيرة ويعني جيدة من ناحية لافينيسيون، لكن دائما نرجع للمشكل نتاع العلو نتاع العمارات هذه اللي يخلق مشاكل رغم كل ما يمكن أن نوفره من يعني خدمات وفاسيليتيز، يعني من يعني المصعد والمرافق التي يحتاجها المواطن، لكن العلو نتاع هذه العمارات يبقى عائق يجب على الدولة أن تمد لهذو المطورين العقاريين، تمد لهم مساحات أكثر، تكون مهيئة يعني فيها لا فيابيليزاسيون باش يقدروا يديروا مشاريع يعني أفقية لا تتعدى طابقين أو ثلاث طوابق. لا بد أن نتجه نحو هذا يعني البناء الأفقي، ونتخلى يعني تدريجيا نتخلى عن البنايات السكنية العالية اللي تفوت 5-6 طوابق، وإن شاء الله نكون نزيد نتكلم على إقامات أخرى في عنابة اللي راهي تعرف يعني نمو تطوير العقارات يعني في عنابة وضواحيها، يعني نمو رهيب يعني في الحقيقة، فيه إقامات كثيرة جدا موجودة في عنابة، ولازم نروح لها كاش نهار وندير فيديوهات على كل ما هو يعني صغير وكبير عن مدينة عنابة وما جوارها. أترككم مع نهاية هذا الفيديو، والسلام عليكم.